ونبدأ بقى من ميدان التحرير حيث قمنا بكل الثورات، لكن ميدان التحرير النهارده بقى والحقيقه بقى له يومين في شجره، وانا سعيده جدا بهذه الشجره اللي موجوده، وزميلي خالد جمال موجود جنب الشجره. اول مره نعمل شجره الميلاد في ميدان التحرير، وفي نهايتها يعني عروسه المولد، شيء جميل جدا، المزيج ما بين احتفالاتنا بمولد النبي واحتفالات الكريسماس. اولا لازم اعيد على كل اصدقائي الكاثوليك بالكريسماس اللي كان يوم 25، واصحابي بقى الارثوذكس هنعيد عليهم يوم 7 باذن الله كعادتنا. لكن خالد جمال، نسمع خالد جمال جنب الشجر. شجرة الكريسماس وهي شكل احتفالي بمولد سيدنا عيسى عليه السلام، وعندما تضاء هذا الجزء الأعلى من المجسم باللمبات تعطي شكل عروسة المولد، وهو الشكل الاحتفالي بمولد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليمات. يعني هي مجسم يجمع الاحتفال ما بين المسيحيين والمسلمين، يعني يدل على اسمها كما أطلقوا عليها، هي شجرة المحبة والسلام. هذا المجسم يعني وضع منذ عدة أيام ويستمر في الإضاءة حتى يوم 8 يناير، حتى أعياد الإخوة إخوتنا الأقباط هنا. يعني حسب تصريحات اللواء ياسين عبد الباري رئيس حي غرب القاهرة، أن هذا المجسم تكلف حوالي 50,000 جنيه، وقام بتمويله أحد ملاك الفنادق الخاصة. يعني لا يكاد يخلو هذا المجسم من الزائرين والوافدين لالتقاط بعض الصور التذكارية معه، يعني فرحا به وسعادة به. يعني عندما تحدثنا مع بعض المواطنين قالوا أنهم يتمنون، طبعا كما يحدث في بعض الدول الأوروبية، هناك تقام بعض الكرنفالات العامة والتي تشارك فيها بعض الفرق الموسيقية والفرق الغنائية، طبعا يصعب يعني إقامة هذه مثل هذه الكرنفالات حاليا هنا في هذا التوقيت، نظرا للتهديدات التي تتعرض لها مصر وأيضا للتحسبات الأمنية. لكن تظل هذه مجرد أمنية يتمناها الشعب المصري حتى الآن. إليك أستاذة لميس. خالد جمال من ميدان التحرير، والحقيقه انه مشهد جميل جدا، اول مره يبقى عندنا شجره كريسمس في ميدان التحرير وفوقها عروسه المولد. الشجره دي زي ما عرفنا من الحكومه انه ريتز كارلتون اللي فتح احد الفنادق المهمه اللي هي كان النايل هيلتون زمان، اللي افتتح منذ مؤخرا، يعني هو اللي يعني تكلف هذه الشجره. لكن اعتقد انها شيء جميل مبهج، ونتمنى ان نشوف البلد كلها متزينه. هذا موسم اعياد مسيحيه واعياد اسلاميه، فموسم اعياد نتمنى ان كل حياتنا تبقى اعياد.